معنا على الهواء مباشرة الدكتور أمجد بوشكار. مساء الخير دكتور أمجد. مساء الخير لك أستاذ أحمد ومشاهديك ومستمعيك الكرام. أستاذ أمجد، أعتقد أننا ذكرنا الاسم بشكل صحيح، أمجد بوشكار، أليس كذلك؟ شرفتنا صحيح صحيح. شرفتنا يا دكتور. دكتور أمجد، الوضع صعب جدا جدا، لماذا تعتقد أن السي إن إن سربت هذا الموضوع؟ ولماذا ذكر اسم لواء مصري بينما هناك العديد من اللواءات والضباط على كل الأجهزة وكلهم بيعملوا في مجال يعني الوساطة ما بين طرفين النزاع ولم يذكر أي أسماء أخرى؟ إيه الحكاية في رأيك؟ بداية يعني قبل الحديث بشكل مباشر، النقطة الأساسية من كل هذا الموضوع أن الحكومة الإسرائيلية فعليا غير معنية بأي صفقة تبادل للأسرى، وغير معنية لا بقطر ولا بمصر ولا بأي دور وسيط إن لم يكن هو الدور اللي تكون يعني يد دولة الاحتلال هي العليا. الآن بغض النظر عن مضامين هذه الصفقة ويعني شروط هذه الصفقة وبنود هذه الصفقة، اتضح أن إسرائيل والمؤسسة الأمنية والسياسية والعسكرية لا تريد أي صفقة، وأن بنيامين نتنياهو فعليا الذي يتولى الآن يعني حكومة يمينية متطرفة إرهابية في دولة الاحتلال، يعول بشكل كبير على الوقت بعد طبعا رفض حركة حماس ومحاولة إلساق يعني التهمة بمصر والدور المصري بأنه هو الأساس، بأنه غير في بنود هذه الصفقة. اليوم أنت تعلم علم اليقين أن يعني إسرائيل كانت تتوقع أن يتم رفض من قبل حركة حماس لهذه الصفقة، لكن الصفقة القوية كانت من قبل حركة حماس لبنيامين نتنياهو بالمقام الأول وللصهيونية الدينية، لذلك هم يعني حاولوا أن يتقدموا خطوة إلى الأمام وهاجموا مصر والمفاوض المصري وقالوا أن من عمل على تغيير بنود الصفقة هي المصريين. لكن اليوم يعني استحدث خبر جديد بأن فعليا يعني مصر تحاول قدر الإمكان أن تبقى في الصورة بشكل كامل وبشكل واضح، لكن عندما سرب خبر الذي سرب اليوم أن فعليا مصر هي من غيرت يعني في بنود الصفقة، أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك الأساسي حتى في هذا الموضوع ومع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وأنت تعلم أن إسرائيل تحاول أن تخرج من بوتقة يعني عدم التزامها في الصفقة بمهاجمة مصر، هنا مهاجمة محور فيلادلفيا ورفح، وأنت تعلم أن اليوم هنالك يعني قوات لدولة الاحتلال الإسرائيلي ينشطون بشكل كبير يعني في بمحور فيلادلفيا. بالمقابل أن الجيش المصري اليوم بدأ يحشد قوات فعليا أكبر، وأنا باعتقادي أن الموضوع سيخرج من سياق المعاهدات التي كانت موقعة ما بين دولة الاحتلال وما بين مصر في هذا الموضوع بالتحديد. نعم. بمعنى سيكون هنالك أيضا حشد قوات عربية مصرية في الوضع كان موجود في الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية فعليا لا تريد أن تتوتر أكثر يعني العلاقة المصرية. طيب. دكتور أمجد، حضرتك بتتكلم دلوقتي في نقطة غاية في الأهمية وأنا عايز أتوقف عندها قليلا، أنه ربما إقبال مصر على زيادة عدد القوات والمعدات العسكرية في هذا المكان تحديدا بعد أن قامت إسرائيل كعدو محتل بخرق اتفاقية مهمة جدا وهي اتفاقية كامب ديفيد، ربما يحصل خرق للاتفاقية في العلوم السياسية. ده بيسمى ايه يا دكتور أمجد؟ إقبال مصر على هذه الخطوة بعد خرق إسرائيل، هل يعتبر مصر أيضا تخرق أم أنها تحافظ على حدودها وأمنها؟ اليوم الموضوع خرج من سياق المحافظة في إطار الاتفاقية الموقعة ما بين دولة الاحتلال وما بين
جمهورية مصر، لأن تعلم أن مصر هي فعليا لا تريد لإسرائيل أن تخترق هذه صحيح. البنود، ومن خرق فعليا هي دولة الاحتلال الإسرائيلي. لا صح. يمكن أن تتحدث عن ردة فعل وتنسى الفعل الأساسي النابع من دولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك دولة الاحتلال تعلم علم اليقين أن مصر لا تريد لدولة الاحتلال أن تنشط في محور فيلادلفيا، هنالك اتفاقيات موقعة. لكن الموضوع أصبح الآن ما بعد 7 أكتوبر أكبر من حتى اتفاقية كامب ديفيد. الموضوع يتعلق بخسارة استراتيجية متراكمة لدولة الاحتلال الإسرائيلية، هي لا تنظر فعليا إلى خرق يعني بند من بنود الاتفاقية، ولكن هي تنظر أنها فعليا قد تخسر يعني خسارة مدوية استراتيجية، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وجميعنا يلاحظ أن يوميا هنالك خسارة، سواء من المؤسسات الدولية التي فعليا تهاجم دولة الاحتلال وقيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات ومحكمة العدل والنشطاء الأوروبيين وكذلك الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه الأمور تجعل يعني دولة الاحتلال تجعل نفسها في زاوية وفي ضيقة كبيرة جدا، هي لا تريد فعليا أن تنفك عن أنها هي القوة العظمى والقوة الأكثر قوة في منطقة الشرق الأوسط. وأحرجت إحراج كبير أن يعني فصائل فلسطينية يعني لا تقارن إطلاقا بمقدرات دولة الاحتلال الإسرائيلي وبدعم مكوكي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ 8 أكتوبر، يعني في اليوم التالي للحرب. هنالك جسر جوي، أنت تتحدث عن مقاومة فلسطينية لا تملك إلا بعض الذخائر المصنعة ذاتيا صحيح. والتي فعليا لأي دولة من الممكن أن تكون قد استنفذت. لذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي هي لا تنظر إلى الأبعاد في خرقها لاتفاقية كامب ديفيد ولوجودها المكثف في محور فيلادلفيا، لكن ردة الفعل كانت سريعة جدا، وكان القرار المصري جاهز. حتى وإن سربت يعني بعض الأسماء واسم لواء أو ما شابه، هذا ليس بالمهم. المهم أن حتى المخابرات المصرية هي تريد أن تحافظ على أمنها القومي، كما تريد أن تحافظ على استراتيجية مهمة جدا، عدم تخطي الخطوط يعني الخط الأحمر بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها فعليا إن لم يكن هنالك أي خطوة حقيقية كبرى من مصر في حماية حدودها وأمنها، يقينا سيكون هنالك تجاوز أكثر من دولة الاحتلال الإسرائيلي. بن غفير، دكتور أمجد قال أنهم محافظين، سيظلوا محافظين على قطاع غزة، وأنهم هيعيدوا عملية يعني إعادة المستوطنات إلى القطاع، كما تحدث بشكل واضح على ضرورة التركيز على التهجير لأهالي القطاع حتى بشكل جزئي. فيبدو أن لدى بعض العقول السياسية في هذه الحكومة أفكار تجاه البقاء العسكري والسكاني في القطاع. هل انهارت اتفاقية أوسلو؟ فعليا اتفاقية أوسلو انهارت منذ بدايتها، يعني عدم اتفاق وعدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بأي من بنودها. هي تهتم فقط بالجانب الأمني في التعامل مع السلطة الفلسطينية، هي تحاول أن تتغاضى عن كل القضايا المتعلقة في الحياة وإقامة دولة فلسطينية وما إلى ذلك. لكن بن غفير والصهيونية الدينية، أنت تعلم هم يعني يكسبون أصواتهم الانتخابية من هذه التصريحات، يعني بمعنى وجوده بالأساس في منصبه، ولربما سيكون انتخابات قادمة من هذه التصريحات التي يعني تعجب القاعدة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية التي تتغذى وتنمو أكثر على يعني مثل هذه التصريحات. من قبل بن غفير قالوا في يعني الأيام الأولى من الحرب أنهم سيمحوا قطاع غزة، أنهم حيوانات بشرية، أنهم لا يمكن أن يعيش قطاع غزة في مأمن بعد 7 أكتوبر. كثير هي الكلمات وكثير هي التصريحات، ولكن على أرض الواقع أنت تتحدث عن مقاومة فلسطينية باسلة، يعني خاصة لربما في الأسبوع الأخير. نعم. أنت تتحدث عن مقاومة وكأننا في اليوم الأول من الحرب. صحيح. دولة الاحتلال الإسرائيلي التي يعني طالما تغنت أنها يعني حاولت أن تقصي كل المقاومة
فعليا انهت مقدرات المقاومه الفلسطينيه في شمال قطاع غزه، تصعب بعد دخول رفح الى انها يعني هنالك عدد كبير من القتلى، وهذا الكلام ليس فعليا بيانات من المقاومه، انما يبث بالفيديوهات وبالصور، والجميع يعلم ويشاهد مدى صلابه حكومه المقاومه. كل هذه التصريحات التي تخرج من قيادة الصهيونية الدينية هي تخرج لفشل الحكومة الإسرائيلية بتحقيق يعني الإنجاز، بتحقيق الإنجازات التي وضعوها أو بتحقيق المقالب التي وضعوها في بداية الحرب بالقضاء على المقاومة وإنهاء مقدرات المقاومة الفلسطينية وفعليا يعني إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. طيب دكتور أمجد، كلنا نعلم في الفترة الماضية ومن خلال لقاءاتنا مع حضراتكم أن نتنياهو هو المعرقل الأبرز لأي اتفاقية تنص على إيقاف كامل لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، هو لا يريد ذلك واستفضنا في هذا الأمر. لماذا يتم إلقاء التهمة الآن على الوسطاء كمصر أو قطر وإبعاد التهمة عن نتنياهو، خاصة أن حضرتك قلت نقطة مهمة جداً، أن يبدو أن من يقوم بمساعدة نتنياهو في إلقاء التهمة على غيره هي الولايات المتحدة الأمريكية. يا أستاذ أحمد، حتى نعود بالذاكرة فقط قليلا، عندما قدم لحركة حماس مقترح التي وافقت عليه، هي قدمت الورقة لحركة حماس بعد موافقة دولة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الورقة. صحيح. وللعلم كان ويليام بيرنز موجود في مصر لمدة 3 أيام ومن ثم ذهب إلى قطر، يعني بوجود الوسيط القطري والمصري وويليام بيرنز في المنطقة، بمعنى أن كل التفاصيل التي تتحدث عنهم لم يتوقعوا فقط أن يكون هنالك موافقة من حركة حماس، وكانوا يتجهزوا في كل الاستوديوهات السياسية والتحليلات السياسية في الاستوديوهات الإسرائيلية لأن يهاجموا حركة حماس وأن يكون هنالك مبرر لعودة القصف العشوائي لقطاع غزة. لكن بعد هذه الصفعة وهذه الصدمة الكبيرة من قبل يعني المقاومة لبنيامين نتنياهو، هو لم يعد بين يديه أي ورقة سوى أن يهاجم الوسطاء، لذلك هو هاجم الوفد الوسيط القطري وكذلك الوسيط المصري بأنه تم تغيير في بعض البنود دون موافقة ودون علم دولة الاحتلال الإسرائيلي. لكن كل هذا الموضوع هو معلوم علم اليقين أن بنيامين نتنياهو لا يمكن أن يستجيب لأي صفقة ما بين المقاومة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنه لا زال يرضخ رضوخ تام للصهيونية الدينية، لأنه كلما اقترب موعد أي صفقة أو حديث عن أي صفقة سياسية ما بين المقاومة بين دولة الاحتلال يخرج بنيامين نتنياهو ليجد أي عذر، ويخرج سموتريتش ويخرج بن غفير وإلياهو وكذلك يعني زعماء الصهيونية الدينية ليقول له إن ذهبت إلى الصفقة سننسحب من الحكومة، إن ذهبت إلى الصفقة سنفعل كذا وكذا. هذا الكلام واضح أنه يوجد ابتزاز سياسي كبير، وهم على ملة واحدة، أنت تتحدث عن صهيونية دينية تتحكم بكل المشهد الإسرائيلي الداخلي. لم يعد يهتموا لا بقضية يعني الأسرى الإسرائيليين، بل هم يعني يريدون الأسرى الإسرائيليين أموات ولا يريدونهم أحياء، لأنهم يعتبرون أن العائق الوحيد يعني لوقف هذه الحرب فقط الأسرى، وهم محرجون نوعا ما مع أهالي الأسرى. وللعلم الفيديو الذي خرج اليوم وقد يعني صرح أهالي الأسرى الإسرائيليين أنهم هم من وقعوا على يعني قبول أن تخرج هذه الفيديوهات عندما تم أسر مجندات إسرائيليات يوم 7 أكتوبر ولتحريك الشارع الإسرائيلي، لأنه صابه يعني نوع من الجمود بعد الكذب المتتالي من قبل بنيامين نتنياهو وحتى يعني بعض شركائه في الحكومة وفي مجلس الحرب. نعم. يعني ما هي الأصداء لقرارات أو القرارات المتوقعة من المحكمة الجنائية الدولية في الداخل الإسرائيلي؟ يعني كيف يتعامل المواطن الإسرائيلي مع فكرة أن رئيس وزراء بلده ووزير دفاعه هم قد يكونوا في القريب العاجل مطلوبين على مستوى الجنائية الدولية، ويعني في قضية متعلقة بحرب يقوم بها الجيش الإسرائيلي؟
هذه خطوة مهمة جدا جدا، ولها دلالات ستكون يعني استراتيجية، ولها دلالات عميقة جدا سواء على المستوى في يعني داخل الإسرائيلي أو على المستوى الدولي. أنت تتحدث عن قرار خان عندما فعليا صدر قراره بحق 5 شخصيات، 3 شخصيات محسوبة على قيادة المقاومة سواء في المكتب العسكري أو السياسي، وكذلك كان جالانت وبنيامين نتنياهو. أنت لا تعلم ما الذي حصل في الاستديوهات الإسرائيلية وفي التصريحات الكبيرة والغير معهودة فعليا من قبل القيادة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية، الذين فعليا اتهموا خان رئيس المحكمة بأنه معادي للسامية، وأنه يقدم أكبر هدية لحركة حماس، وأنه يقدم أكبر هدية للإرهابيين وما إلى ذلك. هم يعتبرون أن الخسارة الاستراتيجية بدأت فعليا. نعم. يعني تحصد، ونحن كنا يعني نقول عبر شاشتكم في الأيام الأولى للحرب أن إسرائيل ستتعرض لخسارة استراتيجية مدوية. ما يتم القصد به في الخسارة الاستراتيجية أنه فعليا تم هذا الموضوع منذ يعني إعلان جالانت وبنيامين نتنياهو أنهم مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وسيكون هنالك صدى حتى قريب من قبل يعني بعض الدول الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وموقع على معاهدة محكمة الجنايات الدولية أنها لا تستطيع أن تتنصل من الالتزام بهذا القرار، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي لم يوقعوا على هذه المحكمة لعلمهم، علم اليقين أن يعني فعليا الاعتراف بهذا الموضوع سيؤدي إلى يعني قابل من الاتهامات الكبيرة، لأنهم هم يصامون فعليا بالإرهاب. أينما حل يعني الخراب وحل الدمار وحل ما الإرهاب في العالم تجد بصمة إما للولايات المتحدة الأمريكية أو لدولة الاحتلال الإسرائيلي. طيب دكتور أمجد، نقطة مهمة جدا عايزين نروح لها، وهي اعتراف النرويج وإيرلندا وأسبانيا. إعلان هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو الجاري، إيجابيات هذه النقطة، وهل هو انتصار في الدعم الدولي وليس دعما بل اعترافا رسميا أمام العالم؟ أعتقد أن هذه الخطوة فعليا أيضا مهمة جدا، ولها مجموعة من الدلالات أخي أحمد. أولى هذه الدلالات أن هذا الاعتراف يعتبر اعتراف ضمني من هذه الدول الأوروبية أن كل الحرب الجارية الآن على قطاع غزة ناجمة عن ظروف الشعب الفلسطيني وناجمة عن القضية الفلسطينية التي لم تحل منذ العام 48، وأن المشكلة الحقيقية ليست في نضال الشعب الفلسطيني وإنما فعليا في واقع الاحتلال الإسرائيلي. ثاني يعني هذه الدلالات أن الاعتراف الذي يأتي يعني قد جاء في ظل الحرب على قطاع غزة يدل على أن كل الحقوق التي حققت للشعب الفلسطيني ناجمة عن نضال حقيقي، عن ثوار فلسطينيين قد بذلوا يعني أنفسهم وأبنائهم ودمائهم من أجل هذه القضية العادلة. بينما الواقع قبل 7 أكتوبر كان هنالك مسار حثيث جدا لطمس القضية الفلسطينية تحت عنوان، وأنت تعلم، التطبيع بين قوسين، والكل كان يهرول من بعض الدول العربية للتطبيع على أنه مسار لطمس القضية الفلسطينية، والكل قفز عن هذا الموضوع. بالنسبة للموضوع أو يعني الدلالة الثالثة في هذا الموضوع أن الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة أمريكية كانوا دائما يا أستاذ أحمد ما يستفردون بالفلسطينيين تحت عنوان أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقام يعني إلا بمفاوضات ثنائية، بمعنى مفاوضات ما بين منظمة التحرير وما بين دولة الاحتلال الإسرائيلي. والواقع والتجربة يعني أثبتت أكبر دليل أن دولة الاحتلال هي تستعمل المفاوضات لأجل المفاوضات وليس لأجل أن تقام دولة فلسطينية وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية كما يقولون. ولكن الأهم من هذا الموضوع أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية حصرت دور الوساطة في الولايات المتحدة الأمريكية بشخصها ليس أكثر ولا أقل. والأهم من كل ذلك أن هذا الاعتراف يعني أهميته أنه جاء من دول غربية يعني تعتبر صحيح. دول متقدمة، دول أولى وليس الثانية أو ثالثة. يعني هنالك دول
تعترف بدولة فلسطين أو بفلسطين كأنها دولة، ولكن تعتبر أنها دول آسيوية أو إفريقية، لكن أن تكون من دول العالم الأولى مثل الدول الأوروبية، هذا ما شكل يعني الصفعة الكبيرة جدا لدولة الاحتلال وحتى من وراءها الولايات المتحدة الأمريكية. الاعتراف يا أستاذ أحمد برأيي سيكون له تأثير نظرية الدومينو أو يعني كرة الثلج المتدحرجة اللي فعليا سيكون لها آثار وصدى، وستكون بعض الدول الأوروبية يعني سريعا متماثلة كما إسبانيا والنرويج وإيرلندا. دكتور أمجد بوشكار، بشكر حضرتك جدا 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 على هذه المدخلة، ودائما ضيف معانا بتثري حلقاتنا، وبشكرك فعلا. شكرا يا دكتور أمجد، شكرا جزيلا.